السلام عليكم ورحمة الله. في هذا العرض سأقوم بتقديم النسخ التي تم تطبيقها في كل من مصر وسوريا وفلسطين والأردن حول برنامج ويكيبيديا للتعليم. العرض سيكون مثل الخطة الزمنية من عام 2012 لحد 2019، سيتم ذكر كل النسخ التي تم تطبيقها في كل من هذه الدول مع ملخص في النهاية. نبدأ الآن مع زميلتي ولاء عبد المنعم في التعريف عن نفسي. أنا ولاء عبد المنعم من مصر، مدرس مساعد في جامعة القاهرة، كنت قائد برنامج التعليم لحد أبريل 2019، من 2012 لحد 2019. مسميتي مسابقة تعاون سيدات الميكي أو تنظيم تعاون سيدات الميكي 2018-2019، فن النسوية 2018-2019، المرأة والفنون، أو مشروع ميكي المرأة 2015-2016، مسميات كلها نسوية وحاجات ليها علاقة بالفن والنسوية ومجموعة عمل التنوع في الخطة الاستراتيجية ميكي 2030. بدي المايك مع زميلي مصعب يعرفه بنفسه. مرحبا، انا مصعب، طالب في الجامعه الهاشميه، محاضر اداره في ويكيبيديا، وقائد برنامج تعليم في لفريق برنامج تعليم في مجموعه مستخدمي ويكيبيديا بلاد الشام، وبرضه قائد برنامج تعليم في الجامعه الهاشميه. انا محمد الحجاوي من فلسطين، طالب متخصص في الهندسه الانشائيه، وقائد برنامج التعليم في جامعة النجاح الوطنية، وكنت في السابق ممثل لدولة فلسطين في مجموعة ويكيبيديا بلاد الشام. الآن نبدأ مع عام 2019، مع 2012، وبرنامج التعليم في هذه السنة كان فقط يوجد في مصر، وزميلتي ولاء ستعطينا تفاصيل أكثر. في ربيع 2012 كان ابتدى بجامعتين، ابتدى في القاهرة وعين شمس، كان في فبراير ومارس 2012. كنا وقتها عملنا 7 كورسات ما بين الجامعتين، وكان عندنا 54 طالب وأنشأوا 108 مقالة، وعدد البايتس كنا قربنا على 2 مليون بايت. كملنا، احنا كنا تقريبا شغالين نسختين في السنة، نسخة ترم أول ونسخة ترم تاني. كملنا في خريف 2012 برضه برنامج، فضلنا حوالي 5 نسخ في القاهرة وعين شمس بس. كانت عدد الكورسات او الفصول اكتر، كنا وصلنا 18 كورس، عدد الطلاب كان 150، وعدد المقالات كان 344، وعدد البايت كنا قربنا على 6 مليون بايت. دي نسخة اللي كانوا في 2012، وكانت تقريبا في 2013. برضه الموضوع عندنا كان في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، ودخل بشكل مؤقت جامعة جمهور لنسخة واحدة بس. كانت 22 فصل أو كورس، عدد الطلاب كان 253 طالب، أنشأوا 704 مقالة، وعدد البايتس كان حوالي 11 مليون بايت، ده كان من الأرقام العالية جدا في البايتس. كملنا برضه في خريف 2013، رجعنا تاني القاهرة وعين شمس، 6 كورسات، عدد الكورسات مش مقياس، يعني في الآخر دمجنا الكورسات في 1 أو 2، فعدد الكورسات هو مش معبر جدا. طلع وصلنا 115 طالب ونشأنا 1270 مقالة، وصلنا لعدد بايت كان حوالي 7 مليون بايت وشوية. كملنا برضه في الربيع والصيف بتاع 2013، ابتدت جامعة الأزهر تدخل معانا على الخط، فابتدينا القاهرة عين شمس الأزهر، كنا 13 كورس، عدد الطلاب كان 170 طالب، أنشأنا 838 مقالة، وعدد البايتس كان 12 مليون بايت وشوية، ده كان برضه من الأرقام العالية في البايتس بتاعتنا. دخلنا على 2014 ولسه مكملين مع برنامج التعليم في مصر. كان نفس الثلاث جامعات، القاهرة عين شمس الأزهر، برضه كنا 7 كورسات، 220 طالب، عدد المقالات 499 مقالة، عدد البايتس كان 666 مليون ونص بايت. مكملين برضو النسخة دي تحديدا كان ربيع وصيف 2014، دي كانت النسخة الخامسة، واللي كانت دخل فيها ويكي المرأة، كان كورسات ويكي المرأة، وكانت فيها لو حد حضر معانا
المداخلة بتاعت أول يوم كان في كلام فيها كتير عن المسمات النسوية، كانت متزامنة مع برنامج التعليم في الفترة دي. ساعتها برضو وقتها كان 5 كورسات 89 طالب 1930 مقالة، ده عدد الضيف كان 15,717,000، ده تقريبا كان يعني أقصى عدد ضيف احنا وصلنا له. فعلى نفس الصعيد كان في برنامج موازي في الأردن. ايوه بس مجددا سريع، هي كان برنامج التعليم في مصر اول برنامج تعليم بالوطن العربي وواحد من اقوى برامج التعليم في هذاك الوقت. انا صراحه مش من اشخاص الفتره هاي اللي في الاردن اللي هي ربيع 2014، بس عندي شويه معلومات بسيطه. انا ما كنتش اصلا في ويكيبيديا في يعني في برنامج التعليم، كنت مساهم عادي داخل ويكيبيديا بس ما كانش نشاط خارج ويكيبيديا. بس اللي بعرفه انه جامعه الاسراء كان في كمان دكتور منهم الدكتور نضال يوسف كان بيشتغلوا على برنامج تعليم. حقيقه ما فيش عندنا احصائيات هذيك الفتره، ما كانتش كثير منظمه، بس اللي بنعرف انه في كان 3 بوتات بس ما بنعرف احصاءات من بايثون. في 2014 برضه كان في عندنا في جامعه الحسين بن طلال في معان كان في عندنا مقرر واحد، هاي الزميل كان يشتغل عليه زميل محمد بجير، بس برضه صراحة ما عندنا إحصائيات عن هاي الفترة، ما كنت شغول فيها. 2015 برضه في كان 2015 طيب هي بالنسبة لبرنامج التعليم في الأردن، احنا في 2013 كان قائد برنامج التعليم في مصر راح الأردن، كنا في جامعة الإسراء، كنا حاولنا نضرب الناس ازاي يعرفوا يندلهم التحديات اللي قابلتنا، ازاي احنا قولنا برنامج التعليم في مصر وان هو بعد اول نسخه اصبح واحد من اكثر البرامج قوه على مستوى العالم وحتى فوق البرنامج اللي كان في امريكا وكندا، رغم ان هو كان نسخه تجريبيه يعني كان ممكن ينجح يا ما ينجحش، فكتب له نجاح واحنا كنا من الناس اللي دربناهم في الاردن. بس في النسخه يعني في الفتره دي كانت في كورسات بس ما كانش فيه مساهمات فعليه بمعنى. دخلنا بقى تاني 2015 خريف 2015 رجعنا تاني نكمل الجامعات بتاعتنا، القاهرة عين شمس الأزهر 5 كورسات 145 طالب 568 مقالة وعدد البايت 16 مليون بايت، يمكن ده فعلا ده أقصى حاجة في البايت مش في 15. والآن في ربيع عام 2015 دخلت فلسطين ساحة برنامج ويكيبيديا للتعليم، والنسخة الأولى من البرنامج كان في جامعة بير زايد في رام الله. هذه النسخة قام بإطلاقها الزميل فرح مستقبل، هو أول من قام بإطلاق برنامج التعليم في فلسطين، كانت على مقرر واحد ألا وهو علم الخلية، وشارك به 18 طالبا، كانوا قاموا بكتابة 56 مقالة بلغ حجم هذه المقالات 65 كيلو بايت. 2016 ونرجع تاني لمصر في 2016 القاهرة عين شمس الأزهر، هو يعني كان التلات جامعات في أغلب النسخ كانوا 11، كان عندنا برنامج التعليم في مصر 11 نسخة ودول كانوا سيدين في أغلب النسخ، 5 كورسات 147 طالب 404 مقالة عدد البايت 18 مليون عدد البايت بتزيد تمام. في الأردن في الأردن في ربيع 2016 طبعاً برنامج التعليم ما بداش في 2016 فعلياً في الأردن، يعني بالنسبة للجامعة الهاشمية، الجامعة الهاشمية كان بدايتها كثير صعبة لأنه برنامج التعليم كان منقطع، ما كانش في عندنا خبرة محلية، يعني حقيقة يعني الجامعات اللي هي الإسراء والحسين بن طلال كان فعلاً النشاط مش كثير قوي ولا مستدام، يعني كان مثلاً مرة واحدة مع الدكتور واحد خلاص ما فيش. فنرجع نبدا برنامج تعليم من الصفر، برنامج تعليم كان صعب، كان جهود متراكمه من 2014 لحد ما بلشنا فعليا، انه كان في كورس قبل 2016 بس كان يعني كورس واحد وكان في مقاله وقت ما ذكرناه. بس في 2016 بلشنا انه نطلق اول يعني اول كورسين انطلقوا بالجامعه الهاشميه، كان عندنا 31 طالب مساهم وعملنا 70 كيلو بايت ضفناهم. طبعا البدايه كانت من يعني مدخل بسيط في الاردن، القانون الاردني بنص على انه الجامعه لها 3 وظائف، تدريس، بحث علمي، وخدمه مجتمع. لما نحكي على التدريس بيجي يحكي لك مثلا هل انت خبير تربوي، حتى انك ايش تحكي لي ندخل التدريس في
ويكيبيديا في التدريس بصير في مشاكل على الموضوع. بحث علمي هل ويكيبيديا موثوق معلوميا؟ طبعا ممكن رد على كل هاي الامور، بس بدل ما ندخل بهاي الجدالات كان في طريقه سهله جدا نوصل فيها للجامعه، انه خدمه المجتمع. انا بقدم للمجتمع نصوص عربيه موثوقه بتزيد من ثقافته وبتزيد من وعيه. وكمان كان العنف الجامعي عندنا مشكله متفشيه بالاردن، فكان هذا برنامج تعليم احد المداخل اللي نفوت على ويكيبيديا نفوت على الجامعه، انه احنا بننشر اوقات الطلبه داخل الحرم الجامعي ما بصيرش عندنا مشاكل. واحد من المداخل ايضا كان انه بدل ما تكون مقررات دراسيه محصوره ما تبع لغه انجليزيه بس بحطها بالدرج وما حدا بيقراها، انها تصير متاحه على الانترنت للجميع. فهذا كان بربيع 2015. وفي ربيع 2016 ايضا تم اطلاق نسخه ثانيه من برنامج ويكيبيديا للتعليم، ايضا اطلق الزميل فرح مستخدم في جامعه بيزن، كانت على مسار الميكروبيولوجي وشارك فيها 66 طالبا قاموا بكتابة عدد من المقالات بلغ حجمها 180 كيلو بايت. الآن مع عام 2017 وكان على البداية مع مصر. في مصر في 2017 ربيع 2017 دخلت معانا على الخط جامعة المنيا الصعيد، صعيد مصر ولاية الصعيد. كان عندنا ثلاث كورسات وقتها كان بدينا ننهي الكورسات، يعني اللي هو ممكن كان القاهرة المنيا الأزهر يقول لك انا خدت اشتراكي، كان في كورس واحد انا ما كنتش فاتحينه، يعني كنا بنترجم اسباني فرنساوي انجليزي ايطالي، بس كلهم كانوا تحت كورس واحد. كان معايا 50 طالب موبايل 50 طالب وكتبوا 442 مقاله وضافوا عدد بايتس 4 مليون في الاردن. في الاردن هون زي ما انتم شايفين بربيع 2017 هون كان التحدي الكبير، لانه في البدايه 2017 كنا بس نحكي مع الدكاتره وقدمنا مقترح انه نبلش نشتغل على زي ما قلت لكم تفعيل مبادرات الطلابيه الالكترونيه عشان نقلل عنف الجامعه. في 2017 لقيت دعوه من مجلس العمداء الجامعه الهاشميه اني احكي في مجلس العمداء لمده 20 دقيقه عن كيف مبادرتي ممكن تساهم في يعني خلينا نحكي تقليل العنف الجامعي بشكل او باخر طلبه ما هو مفيد، وكيف ممكن تنعكس كمان على العمليه التدريسيه. فكان هذا التحدي بالنسبه لي، انا طالب طب في زنقي، كنت في هذه الفتره اتوقع السنه الثالثه او رابعه مش متاكد، بس يعني كان عندي حمل دراسي عالي لانه عدد ساعات طلاب الطب تكون عاليه، يعني 17 ساعه او 18 ساعه بالفصل. بس في نفس الوقت كان التحدي انه اثبت انه انا اللي حكيته في مجلس العمداء فعلا قابل للتطبيق وناجح وممكن انه يعني ينتج ثمار. فكان في عندنا 12 مقرر في تقريبا كل كليات الجامعه، جمع فيها 18 كليه، بس يعني كان حتى في كليات مدمجه في كورسات اكثر من كليه، فكان 12 كورس 500 طالب من الجامعه، يعني عدد كبير. فكان حتى الصراحه حمل كثير علي لانه انا بدي اراجع مقالات كل هذول الطلاب، مش كلهم طب، يعني في مقالات هندسه واي تي كل كليات الجامعه كلهم وما الى ذلك. فكان يعني فصل صعب كثير، بس الحمد لله قدرنا بنهايته انه نضيف 4200 كيلو بايت لويكيبيديا. بنحكي على ملايين، نقدر نحكي على 4000 يعني 420 مليون بايت يعني. برضو عملنا في هذا المقرر مقالتين مختاره، اصلا مقالتين مميزات، يعني مقالات مختاره وجيده اللي هي افضل محتوى على ويكيبيديا، اللي هو بيكون مثلا المقاله المختاره بيستغرق العمل عليها على الاقل يعني شهر ونص فتره مثل هيك، وبتكون شامله وبتحتوي على عدد مصادر يعني غالبا مثلا لا يقل عن 120 مصدر. فهي كانت قطعه نوعيه، يعني في مصر ما شاء الله عندهم كان مقالات مختاره وجيده من برنامج التعليم، لكن احنا كان بالنسبه لنا تحدي. بدينا اول مقال مختار كان عن الجامعه نفسها عشان نقنع الجامعه كيف انه مثلا هذا الشيء فعلا شو مقال مختار، ما بفهمش شو يعني مقال مختار، بقول له هي الجامعه احنا رح نعمل لك اياها مقال مختار وشوف شو معنى مقال مختار بتطبيق واقعي على ارض الواقع. في ربيع عام 2017 كنت انا دخلت على الساحه مع زميلي فرح مستخدم، وقمت بتنظيم اول نسخه من برنامج ويكيبيديا للتعليم في جامعه نجاح الوطنيه. وكالعاده وجدت صعوبات في اقناع مدرسي المساقات، وفي النهايه تم تطبيق هذا البرنامج على مساق من المساحه، شارك به 20 طالب منهم طلاب المساق، وقاموا بترجمه واطراء مقال المساحه كاملا من ويكيبيديا العربيه الى ويكيبيديا الانجليزيه، وتم اضافه 50 كيلو بايت من هذا المقال. ايضا في خريف عام 2017 تم اطلاق النسخه الثانيه من برنامج ويكيبيديا للتعليم، كانت مع الدكتور محمد غزال على مسار ميكانيكا التربه،
شارك بها طلاب المسار 30 طالبا وقاموا بإجراء 10 مقالات ضمن هذا الموضوع وخذ ملخص الحجم هو 175 كيلو وات. أيضا في خريف عام 2017 تم إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في جامعة القدس الموجودة في مدينة القدس هي عاصمة فلسطين. شارك في هذه النسخة 15 طالبا قاموا بإجراء المقالات المتعلقة بمدينة القدس حوالي 60 كيلو بايت. والمهم أيضا أنهم قاموا بتصوير 130 صورة لأزقة القدس وشوارع القدس وأحياء القدس ورفعها على ويكيبيديا كومنز واستفدنا من هذه الصور لاحقا في المقالة. الآن معاكم 2018 مع زميلتي ولا. لو احنا دخلنا في 2018 بس 2019 طيب هي كان من بعد ميكا عربية مصر 2017 ابتدينا المؤتمر ميكا عربية كان في أكتوبر 2017 ابتدينا على طول بعدها في شهر 11/2017 لحد شهر ابريل 2019 كانت اول نسخه في النسخه الاخيره عندنا في النسخه الاخيره عندنا برنامج التعليم كانت حوالي 13 جامعه القاهره الازهر اسوان بنيا جنوب الوادي المنصوره كفر الشيخ طنطا دمياط الازيز اسكندريه قناه السويس عين شمس كان خمس كورسات 126 طالب كان 689 مقالة كان عدد البايتس 7 مليون بايت. في ربيع 2018 الجامعة الهاشمية كان عندنا 4 مقررات وكان عندنا 151 طالب مشارك وضفنا 931 كيلو بايت للمقالات. كان في شيء مميز بهذا الوقت انه احنا كان الشغل مثلا في الجامعة الهاشمية صار مقنن بشكل رسمي، صار عندنا قرار مجلس العمداء بانه ممكن تخصيص 20 علامه من علامات المشاركه في لنشاط على ويكيبيديا لكتابه مقاله على ويكيبيديا. وكان عندنا انه بدل بالعاده النشاط الطلابي الجامعي يحتاج لموافقات، فكان عندنا انه اي نشاط بخصوص ويكيبيديا او برنامج تعليم هو موافق عليه مسبقا بدون حاجه للكتابه في موافقات. ايضا انه احنا اشتغلنا في الجامعه الهاشميه على اساس انه نادي طلابي تم تأسيسه داخل عمان شؤون الطلبة، طبعاً أنا أسسته بدعم من الجامعة، والنادي له ميزانية سنوية دينار من الجامعة، دينار أردني من الجامعة الهاشمية، وبنستخدمها لشراء العينيات يعني الهدايا والشهادات، وصراحة في بس يعني تعقيد بسيط إنه إنشاء برنامج تعليم بشكل عام على مستويات، يعني ممكن إنك تبدأ برنامج تعليم على مستواك كطالب مثل أنا وهيب جاوي وهو مستوى كثير صعب. لانه موقف الطالب داخل الجامعه دائما اضعف موقف المدرس، في عندنا مثلا في مصر سنيتنا ولد كمدرس في الجامعه اكيد عملي صعب لا تزال بس برضه اسهل شوي من طالب. كمان في عندك مستوى لما تكون اداري بالجامعه، لو كان مثلا الموضوع تبناه رئيس الجامعه مثلا مثل ما حال احنا ما حكينا مع رئيس الجامعه بالاردن بتصير الامور اسهل بعد ذلك، لانه احنا في عندنا مركزيه نوعا ما في العمل في البلدان العربيه، اذا اقتنع الشخص المسؤول الاكبر كل ما دوموا يصيروا مقتنعين ومتبنين الفكره ومشجعين لها باي فرق. اما تروح انت على الشخص من البدايه تقول له احنا نحب نعمل برنامج، يقول لك لا انا فكرتك كويسه بس انا بدي موافقه، بدي كذا، بدي سند قانوني، شيء مثل ذلك. في ربيع عام 2018 تم اطلاق ايضا نسخه في جامعه النجاح الوطنيه في قسم الهندسه المدنيه اللي هو قسم تخصصي، كانت على مسار الجيولوجيا، شارك فيها 13 طالبا وقاموا باثراء مقالات متعلقه بهذا التخصص على ويكيبيديا العربي. ايضا في ربيع عام 2018 تم اطلاق نسخه في مدرسه طلائع الامل الثانويه في نابلس. لمن لا يعرف هذه المدرسه، هذه المدرسة فازت بأحد القراءة على مستوى الوطن العربي في هذا الوقت وحصلت على جائزة مليون دولار، وكنا استهدفنا طالبات هذه المدرسة لأنهن طالبات مميزات. شارك في النسخة 13 طالبة وقاموا بإثراء مقالات ويكيبيديا العربية بعدة مجالات 40 كيلو بايت. أيضا في ربيع عام 2018 الزميل فرح عاد بإطلاق البرنامج مرة أخرى في جامعة بيرزيت نفس المسار ألا وهو علم الخلية، شارك في هذا المسار 56 طالبا وقاموا بإثراء ويكيبيديا ب 120 كيلو بايت. نكمل في عام 2018 في فلسطين في خريف 2018، هذا الفصل
تميز بدخول المحررة براء زمارة، المحررة متميز جدا ساهمت بإطلاق هذا البرنامج في الخليل، شارك فيه 23 طالبا من 14 مؤسسة تعليمية مدارس، وقاموا بإثراء ويكيبيديا ب 400 كيلو بايت، ورفع أكثر من 200 صورة حرة على ويكيبيديا كومنز. وهذه النسخة كانت من أفضل النسخ التي تم إطلاقها في فلسطين، هي نسخة برنامج الخليل. الآن أترك للمايك لنصح. 2019 في الجامعة الهاشمية كان لنا 5 مقررات، طبعاً السبب أنه أنتم لاحظتوا بجزء قل بعد المقررات مقارنة ب 2017 اللي فاتت الانقلاب، إلا أنه كان هذاك ب 2017 كان تحدي إثبات أنه فكرتنا صالحة للتطبيق. بس بعد هيك احنا شفنا انه هذا حمل كبير، يعني احنا هسه قانونيا بامكاننا نطبق كل مقررات الجامعه لما نحولها مقررات على ويكيبيديا، ولكن السؤال مين الشخص اللي بده يراجع كل هاي المقالات ويتابعها؟ فشفنا انه نشتغل على شيء احنا بنقدر عليه وفق طاقتنا كفريق محلي، لانه النادي له هيئه اداريه، رئيس النادي ونائب رئيس وامين صندوق وامين سري، يعني بيشتغل بشكل قانوني جدا داخل الجامعه بشكل رسمي. فاحنا اعتمدنا 5 مقررات نستطيع ان نراجعهم، هي 51 طالب شاركوا معنا، وفي عنا 2750 كيلو بايت انضافوا. طبعا بالجامعه الهاشميه عنا برنامج تعليم ليس مقتصر على دراسه البكالوريوس، في عنا كورسات موجوده في دراسه الماجستير، يعني مثلا في برنامج علم في مقرر علم الخليل المتقدم ادفانسد بيولوجي كان في طلاب يترجموا مجله نيشر، مجله علميه معروفه يعني لها تحكيم ولها امباكت فاكتور عامل مؤثر تاثير عالي امباكت فاكتور عالي، فكانوا بيترجموا منها مقالات على ويكيبيديا. برضه كان في عندنا ماجستير كيمياء، طلاب ماجستير كيمياء كانوا بيترجموا مقالات يعني كيميائيه متخصصه على مستوى الماجستير. غير عن هيك في 2019 هو مش مذكور بسلايد، لكن نشاطنا ما كانش مقتصر داخل حدود الجامعه، بلشنا نشتغل حتى مع مدارس، في عندك المدارس العمريه اشتغلنا معهم مقررات لطلاب الصف السادس البدايه، يعني شوف قديش طلاب الصف السادس صغار العمر، ومع هيك كنا نشوف قديش هم فخورين انهم كتبوا مقاله. طبعا احنا في خصوصيه للطلاب الابتدائي، يعني احنا ما نعطيهمش مقالات طويله، نعطيهم مقالات قصيره، مصطلحات تكون عموميه، يعني ما بنروح نعطيهم مصطلحات متخصصه، مصطلحات في الحياه العامه اللي هو يعني زي سبوكن انجلش يعني عارف كيف. فهذا مستوى. كمان كان اشتغلنا مع مدرسه في قريتي اللي هي صيفيه، في مدرسه اسمها ابن هشام، مدرسه الحضان، اشتغلنا مع طلاب برضه صف سابع ابتدائي وترجمنا مقالات. تخيلوا انه بس احنا جينا المدرسه نعمل تكريم للطلاب، طبعا بدعم من الجامعه الهاشميه، الطلاب يعني درجه فخرهم انهم عاملين مقال مش مستقيم، مع انه انا جاي يعني طالب عادي، طالب زي مثلا طالب جامعي، فكانوا يعني مدير المدرسه كان مهتم، مدرس النادي كان مهتم، بالرغم من الصعوبات يعني تقع في قريه والوضع صعب وحتى المواصلات صعبه، بس هدايا بسيطه كانوا الطلاب حتى بيحكوا لاخوانهم اكبر منهم انه احنا شغلنا اخواننا بالبيت انهم يساعدونا في الموضوع. في صيف عام 2019 قامت المحررة براء أيضا بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج في جامعة الخليل. في البرنامج شارك 30 طالبا قاموا بكتابة من أكثر من 1000 كيلو بايت على موسوعة ويكيبيديا العربية، ورفع أكثر من 500 صورة حرة على موقع ويكيبيديا كومنز. كما أسلفت تميزت نسخ برنامج التعليم في الخليل بأنها هي الأفضل لحد الآن في فلسطين، والمحررة براء تخطط بإطلاق أيضا نسخ أخرى في عام 2020. ضمن الميزات في هذا البرنامج ان هناك طلاب انخرطوا ومن ثم استمروا في التحرير في ويكيبيديا وانضموا لويكيبيديا بلاد الشام، وسيقومون بتطبيق ايضا البرنامج في جامعاتهم، في جامعه البوليتكنيك والجامعات الاخرى في الخليل. فتقريبا الخليل برنامج ويكيبيديا للتعليم فيها وضع ممتاز جدا. ايضا في صيف عام 2019 ايضا هناك زميل اخر دخل على الخط الا وهو امين الرمال من سلفيد، قاموا بإطلاق نسخة في كلية التمريض في جامعة النجاح الوطنية، شارك فيها 23 طالبا، قاموا بكتابة 575 كيلو بايت، ورفع حوالي 50 صورة على ويكيميديا كومنز. أيضا هذه النسخة هي من أفضل النسخ التي تمت في فلسطين، والزميل أمين الرمان يخطط بإطلاق نسخ أخرى في العام القادم والفصول القادمة، وهو بالمناسبة لا زال في بداية سنواته الجامعية ومتحمس جدا والحماس مطلوب جدا لإنجاح مثل هكذا برامج. نرجع لمصر تاني، وقمة النجاح بتاعنا اللي اشتغلنا فيه في 2012 ل 2019، احنا لما بنكتب مقالات على ويكيبيديا هدفنا او هدفي انا تحديدا تحت الطلاب اللي تحت ايدي لازم نعمل مقالات مختاره وجيده. انا ما يهمنيش عدد المقالات نفسه كام، لو الطالب عندي كتب 1000 مقاله او البرنامج طلع 1000 مقاله
مش ده الفيصل بالنسبة لي. الفيصل بالنسبة لي هو يطلع لي مقالة 2-3 مختارة أو جيدة، ده القمة بالنسبة لي. وصلنا إن إحنا عملنا برنامج التعليم السبع سنين دول 68 مقالة مختارة على ويكيبيديا. مقالة مختارة على ويكيبيديا يعني تاخد شغل شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة. موضوع صعب، موضوع صعب جدا جدا، بس مش مستحيل. عايز إرادة عشان تشتغل بيه. المقالات الجيدة وصلت 63 مقالة جيدة، عدد القوائم كان 4 وعدد البوابات 3. دي نسبة المساهمات بتاعتنا على النطاق المميز مقارنة مع المحتوى في ويكيبيديا بشكل عام. يعني 68 مقالة ومحتوى في ويكيبيديا لحد الأسبوع اللي فات كان 598 مقالة مختارة. احنا كنا عاملين 63 مقالة جيدة، كان الإجمالي في ويكيبيديا 610 مقالة جيدة. أربع قوائم من 165 وثلاث بوابات من 125 بوابة. دي كانت المساهمات اللايت، الإضافات بتاعة الطلاب بتاعتنا بالأرقام. كل نسخة دي 11 نسخة، الأرقام ظاهرة يعني في تفاوت. في أرقام كانت وصلنا 18 مليون، 16 مليون، 15 مليون بايت. لحد ما كملنا في الاخر كنا وصلنا 4 و3، لانه كان في محدوديه في الشغل شويه، بس كانت في نتائج كويسه جدا في الفتره دي. في نسخه من النسخ، اخر نسختين قريت من نسخه 20 مقاله مختاره جيده في النسخه الواحده. الحمد لله كان يعني كان تحت اشراف مباشر مني، كانت مساهمات مني ومساهمات من المشاركين اللي معايا. يعني اخر نسختين تحديدا او ثلاثه من المحتوى المختار والجاي كان طالع بس من عندنا من جامعة القاهرة والأزهر المنيا من بعض الجامعات. دي عدد المقالات اللي كتبة في خلال 11 نسخة. يعني ما بين أقصاها مثلا دي كانت عدد المقالات في عدد النسخ كلها. برضو تاني قيمة أو النسبة بتاعت المحتوى المختار والجيد اللي اتعمل عندنا برنامج التعليم، واللي اسهم حسب الاحصائيات اللي كانت طالعه جديد في ويكيبيديا العربيه، انه فعلا برنامج التعليم اسهم بعدد المقالات المختاره جيده كبيره جدا جدا. دي كان عدد الطلاب والمقررات. دي زي ما انا قلت لحضراتكم يعني هي موضوع رقمي صرف ومش مؤثر خالص، لانه احنا دمجنا في الاخر. انا بالنسبه لي كنت بدمج كذا مقرر في مقرر واحد، فما كانش يعني مش رقم معبر بشكل كافي. ايه اللي حصل بعد كده؟ انا بقول احنا قفلنا برنامج التعليم في ابريل 2019. طبعا احنا هنقول احنا قفلنا ليه بعد كده. يعني على صعيد المتوسط احنا كملنا ابتدينا من اول يوليو 2019 مبادره شعاع ويكيبيديا المعرفي. لحد دلوقتي يعني من اول يوليو 2019 لحد الاسبوع اللي فات كان معانا 17 مشارك، 210 مقالة، 4 مقالات مرشحة، 2 جيدة و2 مختارة، ومنضاف يعني داخلين على 2 مليون بايت، يعني بنتكلم من يوليو لحد أكتوبر. هنا بس عم نعمل شوية صور كده للمؤتمرات بتاعتنا اللي كانت موجودة. الصورة دي كانت النسخة الأولى. أغلب التكريمات كانت بتتعمل عندنا في جامعة القاهرة. دي كوبة جامعة القاهرة. هننتقل دلوقتي للأردن. في الأردن هنا في عنا مؤسسة يعني ثلاث جامعات بشكل أساسي، هو السودان الجامعة العجمية حاليا أكثر من 600 طالب شاركوا. مجموع البايتات اللي انضافوا بالاردن لحد الان 7951 كيلو بايت، وسبع مقالات مميزه طبعا كلها من الجامعه الهاشميه. مقالات كتبوها طلاب فعلا مبتدئين، وفي طلاب استمروا. يعني احنا مثلا في احد الاداريات اللي جديد حصلت على الصلاحيه هي كانت طالبه في كليه الدخول في الجامعه الهاشميه، وبدات تطور في مساهماتها وبذلت جهود كبيره، واصبحت حاليا اداريه في ويكيبيديا، هي ثالث اداريه انثى واول او ثاني اداريه من الاردن. غير عن هيك برنامج تعليم بالجامعه الهاشميه بتميز انه جاي بيعرف مشكورا انه كان داعما للمديره التنفيذيه مصر الحكوميه
هي جات الماهر وقعنا مذكرة تفاهم رسمية ما بين الجامعة وبين مؤسسة التنين اللي هي أولى بالشرق الأوسط وبالمنطقة العربية بشكل عام. الثانية بس بالمنطقة العربية عفوا على المنطقة بس بالمنطقة العربية هي الأولى. وكمان المذكرة بتنص من بنودها إنه في مقر لويكيبيديا راح يكون يعني ركن لويكيبيديا داخل مكتبة الجامعة إن شاء الله في فترة قريبة من الأشهر القادمة. وأيضا راح يكون في نشاط برنامج تعليم معتمد لمدة 5 سنوات قادمة، يعني حتى بعد ما أتخرج أنا بدي أورد هذا المنهج إلى الطلاب الجامعة عشان يستمر الشغل، ما يقدر ما يكونش مرتبط بشخص، يكون مرتبط بفكرة. وكمان قلنا إنه عندنا بالنصوص المذكرة إنه طبعا في المؤسسة عندنا لابتوب بده ينحط بالركن عشان يدرب الطلاب عليه، وفي منشورات برنامج تعليم منشورات ويكيبيديا الكتب اللي بتحكي عن ويكيبيديا بشكل عام كمطبوعة بمنحة من المؤسسة طبعناها وراح نوفرها في هذا الركن. وغير عن هيك ويكي سورس اللي هو مصدر الكل بيعرفوه أتوقع، صار في مكتبة الجامعة في مضافة كشاف البحث، يعني أنت الطالب بتروح تبحث عن ويكيبيديا عن مقالة على ويكيبيديا ما بتلاقيش، مثلا بتلاقي كتاب معار وعدد نسخه محدود أو غير موجود، يعطيك أنك تبحث في ويكي مصدر، بتفوت على ويكي مصدر وتبحث عن الكتاب تاعك في ويكي مصدر كمان. بدي أضيف كمان آخر نقطة عن برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية. معروف في الأردن إنه الجامعات الحكومية كل الجامعات الحكومية جامعات عندها عجز في الميزانية ونقص يعني عجز في الموازنة وعندها ديون كثيرة على الجامعات على يعني المؤسسات داخل الأردن، فغالبا ما فيش جامعة حكومية تدعم نشاط طلابي بشكل يعني تخصص لهم تخصصات مالية، هذا الشيء ما يقدر. الجامعة الهاشمية عندها بعض المقومات اللي هي جامعة غير مديونة، ومع ذلك عندها جامعة حكومية بالرغم من التقييدات لأنه هي تخصص مبلغ يعني 1000 دينار سنوي كميس قابل للزيادة للنشاطات الطلاب. وغير عن هيك إنه يعني في دعم مطلق لموضوع ويكيبيديا، يعني بمعنى آخر كل ما يكون في فرصة مثلا لحد من داخل الجامعة إنه بده يمثل ويكيبيديا ممكن إنه الجامعة توفر له باص، ممكن إنه الجامعة تحط له مؤسسات داخل الأردن. أيضا في 2019 الحمد لله في عندنا عدد كويس من الشراكات، مثلا احنا في عندنا مذكرة تفاهم راح يكون توقيعها في الأيام الجاية مع مجمع اللغة العربية، على خلفية كنت التوقيت بجلالة الملك داخل الجامعة بفرصة من الجامعة وفرتها وحكيت عن ويكيبيديا. أيضا في عندنا شراكة مع مؤسسة ولي العهد اللي هي إن شاء الله راح تكون برضه بالأشهر القادمة ذراع يعني الأسرة المالية في الأردن في تنفيذ مبادرات تثري اللغة العربية من خلال مبادرة ضاد. فإحنا بنشتغل بالشراكة معهم على تعميم برنامج التعليم حتى ما يصيرش بس جوا الجامعات، أيضا يصير كل المؤسسات اللي يعني كل المؤسسات التعليمية بالأردن. هون صور من برنامج تعليم، طبعا دكتور امين معلمة، هون صور ثانيه، وطبعا زي ما انتم شايفين هي دكتوره تجاني معروفه ودكتوره من اكثر النساء مؤثرات في العالم العربي، اكثر من مره مؤثره، هي بتشتغل معها على مقررات البيولوجيا التربويه والامن التربوي المتقدم. بالنسبه لفلسطين فملخص النتائج هو اننا قمنا باطلاق 12 نسخه في 3 جامعات فلسطينيه و14 مدرسه. طبعا كلها كانت في 4 مدن رئيسيه وهي نابلس وخليل والقدس ورام الله. شارك في هذه النسخ 316 طالب قاموا باثراء ويكيبيديا باكثر من 2000 كيلو بايت ورفعوا اكثر من 850 صوره على ويكيبيديا كومنز. ولكن صراحه ما يميز النسخ في فلسطين هي انها كانت متواضعه عن عدد قليل من الطلاب شارك فيها، ولكنها كانت منتشره حيث حاولنا بقدر الامكان ان ننشر فكره ويكيبيديا في كل الجامعات. والجميل ايضا هو اننا اصبحنا نملك قاعده في كل جامعه، يعني مثلا انا الان اذا كنت اريد ان اطلق برنامج في جامعه القدس اعرف مع من اتواصل، وهناك الكثير من المتعاونين. وهذه بعض الصور، هذه الصوره من الحفل التكريمي لبرنامج ويكيبيديا للتعليم على مساق الجيولوجيا، تم فيه عرض كلمه لمؤسس موسوعه ويكيبيديا جيني ويلز. هذه من حفل برنامج جامعة القدس لما فيه استعراض إنجازات ويكيميديا الشام التي كان من ضمنها تنظيم مؤتمر ويكي عربية 2016. هذه الصورة هذا المحلل فرح مستقلم، وهناك المحللة براء زمارة، بالمناسبة كان أول لقاء ما بيني وبين المحللة براء زمارة. هذه الصورة الجمعية لبرنامج القدس، وايضا هذه المعلمه التي قامت بتبني نسخه البرنامج، هذا ايضا في جامعه القدس. هذه صوره لكلمه تم عرضها للسيد جاك رباح والسيده كاثر ماهر في الحفل التكريمي
برنامج جديد للتعريف النجاح، وهذه الصورة الجامعية في أحد نسخ برامج جامعة بيرزيك. بالنسبة للتحديات الآن، هناك عدد كبير من التحديات التي واجهناها عندما كنا بإطلاق هذه النسخ. نبدأ مع الدكتورة ولا. طيب أنا هتكلم شوية، يعني هتكلم جزء بالعربي وجزء بالإنجليزي. الجزء بالعربي التحديات بالنسبة لنا فكرة استمرارية المحتوىين، إنه المتطوع يعني هو إحنا أول ناس الطالب الجامعي عشان هو عنده القدرة إن هو يكتب. كان معانا فترة من الفترات ممكن النسخة الثالثة كان في مدارس أو مدرسة أو اثنين بس ما كتبش النجاح بشكل كبير. فكرة الاستمرارية المتطوعة، يعني إحنا ناخد طالب، إحنا أول ما ابتدى البرنامج كان عندنا في جامعة القاهرة على مستوى الماجستير، كنا في مرحلة الماجستير وقتها. فبتاخد طالب في الماجستير أو الدكتوراه أو في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، تمام؟ استمرارية المتطوع هو بعد ما بيخلص، يعني نادرا لما يكون عنده استعداد إن هو يكمل. في مثلا ناس اشتغلت معايا أكتر من نسخة وبعدين خلاص أنا عايز أتجوز وعايز أشتغل فمش هكمل معاكم في التطوع، لأن التطوع ما بيدينيش فلوس فأنا حياتي بتوقف. فعشان كده هو بيسيب البرنامج، عشان طبعا ده حقه كاملا، تمام كده؟ بتجيب ناس تانية وثالثة ورابعة وخامسة، بتجيب ناس تساعد في التدريب. بس الفكرة اللي أنا قابلتها على مدار السبع سنين ونص إنه الناس ما عندهاش مصداقية، أغلب الناس ما عندهاش مصداقية. بمعنى إيه أغلب الناس ما عندهاش مصداقية؟ إحنا نتفق ونجهز الاجتماع وكل حاجة، روح وقت الاجتماع ما تلاقيش ناس بتيجي أصلاً، اللي هو الناس اللي قالت لك أنا هدرب معاكم، يعني ده بتعرفني أنت هيبقى بس بتتفرج ساعتين أربعة في الأسبوع، مش وقت كتير. بس المصداقية، إن هو ما عندوش مصداقية أو إن هو فرحان بالشو، أنا هبقى سفير برنامج التعليم الاسم نفسه، بس على أرض الواقع هو ما بيشتغلش. وفي ناس بتعتقد إن هي ويكيبيديا بس عشان السفر مؤتمرات، مع إن ويكيبيديا مش كده خالص، تمام؟ أو من وجهة نظري على الأقل. كل ده بالنسبة لي عادي، يعني أنا واخدة على عاتقي أو أخدت على عاتقي خلال ال 11 نسخة اللي اشتغلتهم عندي. انا اغلب 99% من المقالات كنت براجعها كلمه كلمه، انه اغلب المقالات اللي بنشتغل عليها بتبقى منتج مقاله مفترض او جيده. ففي الاخر بنرشح المقالات دي، فما ترشح المقاله ودي شغل برنامج التعليم تحت اشراف ولاء او كان في جامعه القاهره او كان في مني او في الازهر، فانت بتشيل الاسم. لو انت ما شلتش الاسم، يعني اسمك ببساطه هيتبهدل لو انت قلت المقاله دي انا رجعتها وانا وانا وانا، ويجي الناس تشوفها تقول فيها تشوف فيها رجاجة غير عادية. فأنا أخذت على طول إن أنا ممكن موضوع لي علاقة بالثقة شوية، إن أنا واثقة في شغلي جدا جدا، وبالتالي لما يطلع حد من تحت إيدي فأنا واثقة فيه برضه، وأنا بعمل يعني موافقة على الموضوع اللي هو بيكتبه الترجمة بتاعته بأي لغة، إن إحنا كنا بنستخدم أكتر من وسيلة ترجمة ومراجعة. في ناس ساعدتنا شوية وزي ما قلت، يعني ناس بتساعد شوية وبعدين بتمشي وبتساعد وبعدين بتمشي. التحدي الأكبر بالنسبة لي، هضمه بالإنجليزي دلوقتي، أجهز الجروب وذن هاف فن، وذن هاف ريسورس أوف فن. So we need to take grants from the foundation. After we Calabria 2020, what happened? We stopped taking fund from the foundation. I think we took one fund after that for Art Plus Feminist Contest in 2018. And the fund stopped after that. We were able to make a conference to celebrate our students, to give them certificate or small gift for the year or the, for the students, for the good students that they already have participated on Wikipedia. So it was a very very bad challenge that we faced, because as I'm working in a public university, I don't have enough salary to give something for my students. We don't have. Our salary is very, very, very bad. So I dedicate a lot of time for reviewing articles. I'm losing still now. Dr. Nazar? Due to reviewing the articles. Yeah, so as I'm doing everything as a volunteer, and after that the foundation doesn't approve any grant for the education program. It's very bad, really. I talked to Nicole, I talked to Zena,
about that because we need fund. Because as a user group and we are in Egypt, we don't have enough fund for non-profit organizations. They never give you a fund, a small fund. We usually ask about small fund, rapid grant. We don't ask for me for education program. Small fund or in the annual grant, it's considered like a rapid grant. 1,500, something like that. For the conference, we don't take money. Everything we are doing it as a volunteer. We don't take any money. So it's a catastrophe for me that the foundation should pay for that, and they refused to do that. So we have to resolve it. So I want to return back to education program, but now we are doing a Wikipedian life of knowledge. So we need fund for that. Okay. بالنسبة لنا إحنا التحديات فعلا في البداية كان في موضوع اللي هو منح من المؤسسة فيما يخص برنامج تعليم. ما كانش في منح كان بالنسبة لبرنامج تعليم في الأردن. كان في بعض المنح وقت ما كان المدير التقديم لبرنامج تعليم هو ضيف لنا كان. بس كان عندنا مشكلة وجاك مشكور مرة ساعدنا بواحدة من المرات إنه أنا مثلا ما عنديش حساب بنكي مثلا. هذه واحدة من التحديات. أنا كطالب ما عنديش حساب بنكي وبقدرش أستلم الأموال. وبعدين في عندنا يعني شوية قوانين مقيدة في الأردن في موضوع تحويل الأموال من مؤسسة إلى حساب فردي. فهذه مشكلة عندنا. بس احنا الحمد لله قدرنا نتخلص من هاي المشكله عن طريق انه لقينا تمويل محلي من الجامعه. هذا ريحنا كثير موضوع انتظار طلب منحه ووصول المنحه ومثل ما قلت لكم شراء الاشياء. حتى احنا ما بنروح للمشتريات، كله بيتم عن طريق مشتريات الجامعه. بس هذا فعلا شكل تحدي كبير في البدايه. واحد ثاني من التحديات انه يعني زي ما الكل بيعرف هو تحدي الموثوقيه، الكل بيعرف تحدي الموثوقيه بوكيبيديا، كيف تقنع الدكاتره انه فعليا ويكيبيديا شيء موثوق؟ كنا نستند احيانا لبحث علمي مثلا، كان في مقارنه بين دقه ويكيبيديا ودقه البريد اللي هي انسايكلوبيديا بريتانيكا. فكنا نستعمل هذا الشيء كمقياس انه طلعوا يعني والله احنا مش شايفين فرق كبير بينه وبين انسايكلوبيديا بريتانيكا، بل كنا ادق منهم في عدد من المواضيع. برضه كان في ريسيرش بيبر يعني ورقه بحثيه لام اي تي معهد ماساتشوستس للتقنيه، كان بيحكي عن دقه البيانات في ويكيبيديا. فكنا نستعمل الاشياء عشان نحن الاكاديميين. هذا كان واحد من التحديات. تحدي اخر كان انه شو الدافع اللي نعطيه للطلاب؟ يعني طالب بحكي لك مثلا انا كتبت معي مقاله، طيب انا يعني انا قاعد بضحي بوقتي، انت شو ممكن انك تقدم لي؟ ثقافه يعني مشكله ثقافه التطور. احنا حلينا هاي المشكله بانه مثلا عندنا نوعين من التكريم، عندنا مثلا تكريم مادي بسيط مثل انه احنا بنعطيه هديه شهاده انك تستعملها بالسي في، لانه احنا الشهاده عندنا مصدقه من الجامعه ومختومه رسميا، عرفت علي كيف؟ فهذا واحد كان من الامور اللي تحدينا. برضه يعني الامور المعنويه، يعني احنا بندعي الى حفل تكريم رئيس الجامعه ويجي يكرم الطلاب. في بالنسبه للطلاب هذا تحية بعض الطلاب شيء كان، في نوع من الطلاب ما بيمشيش معه غير علامات، فالحمد لله قدرنا كمان نوفر العلامات. هلا الصراحه يعني اذا اقدم تحدي ممكن احكي عليه هو تحدي انه احنا بدينا بعد انقطاع، يعني انت شيء مش موجود قاعد بتقسم لنا. وبهي المناسبه لازم اشكر كثير ناس ساعدوني، منهم ناس موجودين هون مثل زميلي سمير الشربالي من مصر، هو كثير ساعد في بدايه برنامج التعليم، لانه انا ما كنتش عارف شو الخطوات اللي لازم اعملها، يعني كان عندي كامل الاستعداد بس ما كنتش عارف وين نقطه البدايه حتى نبدا برنامج التعليم. برضه لا انسى اشكر ولاء اللي ساعدتني، وبرضه كمان للامانه المش موجوده معنا هون زميلتنا مي هاشم كثير ساعدتني بافكار وبطرق كيف انا ابدا برنامج تعليم بالجامعه الهاشميه. وحتى انه انا ذهبت مره في واحده المرات لعمره وما كنتش متوفر اني اراجع المقالات، كانت هي موجوده بتراجع بدلهم. شكرا لكم. بالنسبه للمشاكل في فلسطين فكما ذكر زميلي مصعب، اول مشكله هي ضعف ثقافه التطوع. يعني كثير من الطلاب دائما بيسالوا شو ممكن تقدم لي اذا انا فتت على ويكيبيديا وصرت احرر المقالات. طبعا انا كل الاحترام بحترمهم كله، مثلا ما في مقابل، ما بدك تقول انت حر يعني في النهايه كل انسان حر، ولكن المشكله انهم بفرضوا علي انا كمتطوع اني انا باخذ مقابل مادي من المؤسسه، مش راضين يقتنعوا
انه انا متطوع. كل هذه النسخ هي بالفعل تطوع، ما اخذنا اي شيء من المؤسسه، الشيء الوحيد اللي اخذناه هي المنح الخاصه بالشهادات والمجز والى اخره والدروع. يعني كل الاحترامات بدك تشارك انت حر، ولكن ما تحكي عني وما تطلع اشاعات عني ان انا مثلا موظف عند المؤسسه وباخذ رواتب من المؤسسه، لانه هذا غلط، انا في النهايه متطوع. هذا الشيء اللي صراحه يعني بشوف عدد كبير من الناس في فلسطين مش راضيين يقتنعوا فيه. نحلف كل شيء بنعمل بنوجه اثباتات على الفاضي. بنضل عندهم فكره انه احنا موظفين واحنا بنستفيد من تطوعهم، احنا بنستفيد من تطوعهم. ما بيعرفوا ومش راضيين يقتنعوا ان احنا متطوعين مثلهم. المشكله الثانيه هي صراحه متعلقه بالمؤسسه، وكما ذكرت زميلتي ولاء، انا بطلب من المؤسسه انهم يعملوا مراجعه سريعه على الفنز، لانه بالفعل يعني في نسخه الزميل امين الرمالي الاخيره طلب مني انه نعمل دروع. احنا بالفعل كنا مقدمين على منحه من 3 أشهر، احنا مقدمين على منحه، ولكن صراحه هناك بعض في الاستجابه من المؤسسه، ردوا علينا وضعوا شروط، رضخنا لهذه الشروط، لكن للاسف للان ما وصلت المنحه. اضطريت بالنهايه اني اعمل الامور الدروع والشهادات والمجال على كفاءتي من المطبعة، وقلت لهم اول ما توصل المنحه ان شاء الله اجي احاسبكم، ولكن للاسف ما وصلت المنحه. حتى صاحب المطبعة عندي على الفيسبوك شافني نزل صوره وانا بالجسر مسافر، فكني هربت. فكني هربت. ف يعني طلب خاص من المؤسسه انه بليز كويك ريفيو اور فاندز. ريفيو اور فاندز كويكلي. الصراحه والله انا عندي مثال حقيقي. هذا I was speaking British. I have a real example. When we were started wrapping around to establish our corner, Wikipedia corner inside the Hashemite University, even though it was still in a formal document between the foundation and the university, we waited for more than 6 months to for this wrapping around to be reviewed. So that sometimes is a nightmare, really. But what I want to say, for me, it's different. You have a supportive environment than you have a toxic environment. So in my university, the university was patient with us. If you was in another different university, they would say to us, they would have bad impression about us. You are stating in your MOU, in your memorandum of understanding, that you will establish a corner, but we are waiting for you 6 months, and we give you the place, we give you everything, but you don't get. Until now you did not receive the fund. This is like sometimes make us shy. The university give us the place, give us everything, give us the logistics, but we are still stuck into to wait for fund. This is sometimes really bad condition, hopefully bad condition. Another thing that I want to say about limitations in education program in general is that yes, voluntary work culture is not there, but we should take in consideration that we must attract students, attract those. We need to think outside the box to find a ways that we can recruit these students into our program or into our activities. Sometimes, as I said, it's not necessarily to be funds or gifts. Sometimes it's just something that meaning, like when you invite the university president, or we are thinking now of doing 2 certificates, one from the university and other one from the Arab Academy of Language in our coming MOU, and third one from the Compass Foundation, which is a well-known organization in Jordan. That would be a good solution for that. We talked about the challenges, but maybe we missed to talk about the good thing, the positive thing. Like one of the positive things that we have is that one way to approach the, the states or the countries is that talking about the national effect of these programs. So we are talking about in general, that does not make sense for some governments. You are talking about how much like education program contribute to representing Jordan, for example, or Egypt or any other country into the internet. So I always say that Wikipedia education program is like in this conference, it's a chance to represent our country in, outside outreach. And also, for someone, one of the positive things is
that students feel like proud to add to the CV that they are, contributing to Wikipedia. Even though some students who are graduating from translation, specialty, they ask us after graduation that could you please write me a reference letter that I contributed in your club. That would give me advance in my encounter or work encounter or work meeting or appointment for having a job. And fortunately, as long as the university is supportive, we can simply write that letter and it can be signed formally by the president of the university or the dean of the student affairs with seats, with everything. And that's made like the student think of it, not just as, voluntary work, it's also at the value that I can, because basically for the students, they want to have any add-ons in the market, in the workplace. Thank you very much. ضيف كمان شغله بس حتى اكون منصف طبعا انا ما بحكي انه المؤسسه مقصره معنا بالتاكيد مثلا اكثر من مره طلبت شغله من السيد جاك رباح فيديوهات كان ما يتردد ابدا انه يرسل لي وايضا سمير كنت ارسلت له ايميل قبل فتره مباشره استجاب ورد علي حتى اكثر عن الموضوع اديني تفاصيل اكثر بمزح حتى جيني ويلز ايضا اللي هو مؤسسه موسوعه لما طلبت منه فيديو ايضا ما في ارسال فيديو الي والمنح صحيح انها بتطول ولكنها يعني صراحه نادرا ما حتى ما رفض ولا اي منحه ما رفض ولا اي منحه بس بشكل سريع عفوا في جواب لازم اشكر سمير لانه بصحيفه برنامج التعليم كثير من المجهود نشرها كانت من فتره من سنين. بالنسبه بقى للمؤسسه والفند احنا الفند بتاعنا في 2017 من بعد ميكي عربيه خدنا فند واحد وكان فند بنيه سويه بس من بعد كده المؤسسه اتجهت لكل طلباتنا They ignored our requests for asking for the education. After 2017, we asked the foundation more than one time to give us a small fund for the conferences, but they stopped answering us. Or sometimes they answered us, but after that, there isn't any results. So it isn't that good. So when you were asking about grants from 2012 till 2017, everything was okay. But after that, I saw a lot of changes. Everything was complicated. We didn't get any support after 2017, and for me, it was very bad. شكرا ولاء وصاحب محمد اظن الرساله تكون وصلت بس سمعناها بلغات كثيره انا اتمنى الاقي نتيجه فبحكي ولاء اسباني ولاء اسباني احنا كموظفين المؤسسة يعني من طرفنا نتأكد إنه الرسالة توصل كمان نعترف بالشد عليهم نعم وإن شاء الله نرجعكم بجواب أتليس جواب يعني أنا مثلا هون بقدر أحكي إنه جاك مثلا في منحة الكورونا جاك كثير ساعدنا في تسريع موضوع الرد على المرات منها شوي شوي هو مش مشكلة هو يعني أنا ما بشتغل على الناس فما بعرف المشكلة إنه البلد تحكي في كثير من الجرانتس بعده من زمان هلا أنا واقعي هو غير سياسة الرابد جرانت يعني زمان كانت الرابد جرانت لها سياسة مختلفة هلا هي الرابد جرانت لها سياسة مختلفة على طول بس برضه أنا بشر الجرانت صار منشد أكثر في أسباب ما بنقدر يعني نكبها بس كمان ممكن نفكر في موضوع برنامج تعليم كبرنامج يعني مستدام لاستقطاب الناس إنه يدخلوا نيو كامرز يجوا على ويكيبيديا فليش ما يكون في رابد في جرانت خاصة بس ببرنامج تعليم فهذا مش غلط هذا بيعطينا تنافس انا وضحت لك يا حلمي ايه اللي حصل احنا اجبرنا ان احنا نوقف برنامج التعليم في مصر بعد نجاح دامكو السبع سنين بسبب الفاند طب انا هتكلم بشكل تاني انه خلاص انا من 2017 مش عارف اخد فاند انا الفاند كان بيجي للويكيميديا ايجيبت فاند ما بيجيش بشكل شخصي كانوا الزملاء كانوا بيدونا الحصه اللي بنجيب ليها الجيفتس للناس مش اكتر من كده تمام
من بعد 2000 اكتوبر 2017 بعد ليك عربيه خلاص بطل الفن تماما تماما. التواصل معانا الرد على ايميلاتنا كان صعب جدا جدا. فانا اما جيت خلاص وقفت البرنامج باعتبار ان انا كنت شغاله فعليا على ارض الواقع الوحيده. فجيت في ابريل 2019 قلت خلاص انا مش هكمل برنامج تعليم تاني. البراند ده طالع من المؤسسه. المؤسسه بطلت تديني فن. انا ليه احافظ على الاسم؟ انا الاسم ده يعني شيء حاليا. طالما انت رافض تديني دعم وانا يعني صحتي بتضيع وقتي يعني ممكن 18 ساعه في اليوم ويكيبيديا، شغلي الاكاديمي تقريبا مائل بسبب ويكيبيديا، فانا ضحيت كتير جدا جدا. انا ما لقيش مقابل خالص خالص خالص. فدي كانت بالنسبه لي شيء كارثي، شيء كارثي حرفيا. ان انت تتواصل مع الناس طب هنرد عليك، طب انت اللي بعت الايميل ده مش عارف ايه، يقول لك احنا لسه بنقسم بنعمل هيكله للمنح تاني. بعدين تبعت ايميل، تبعت مسجات خاصه، لا ما في خلاص انت اكيد مش موجود على الفرق. طب يعني دي بالنسبه لي هم الناس قالوا لنا في ويكيمانيا ابعتوا للاخكم شكوى بالدلائل نشوف. لا انا ما بعتش بصراحه لانه يعني انت بتصرف فلوس لحاجات لا غلط وجاي على برنامج ناجح تيجي تجبرني ان انا اوقفه. انا ما استبدلش. احنا هو بمتبركي عربيه ففي فرص يعني في عساف ممكن نتكلم عساف. عساف سمعني في ويكيمانيا كنت انا عندي مداخله قلت فيها الكلام ده. انا اتمنى فعلا المره دي نوصل لحاجه. يعني احنا حاليا شعاع معرفي او شعاع ويكيبيديا معرفي انا دايما بعرفها ان هي ميكس بين برنامج التعليم والفن والنسويه الاثنين مع بعض. يعني ما زلنا برضه بنستقطب ستودنتس سواء طلاب لسه في الجامعه او خلاص خرجوا فما زلنا بنستقطبهم. فيعني ما زال واحد طلاب لسه موجودين الناس اللي هم فعلا عندهم وعي بالكتابه والترجمه على ويكيبيديا. فانت ليه بتتجهني؟ يعني هي الفكره بس اصلا صار كمان تغيير في فريق برنامج تعليم. يعني هي كان مشكله عليها بالفريق برنامج تعليم قبل كان المدير الاقليمي في الشرق الشمال افريقيا هسه بس تحول الى جرين هاوس. في كثير امور تغيرت فلازم نكون احتياط لازم شوي. احنا كمان يعني بعرف انه شيء هو هاي المعاناه صحيح هو بيقهر وانا عارف فاهم 100% بس يعني انا مش عم بعطي اكسكيوز. انا بحكي انه يمكن زي ما عم بحكي بالقصه السيستم عم شوي بتغير فبدا شوي وقت. بعدين احنا بالعالم اللي ساكنين فيه كمان في تحديات من غير السيستم نفسه بالمؤسسه يعني غير الفاينانشال حتى الترانزفير ماني بتاعك. انا بشرب بعد مصاري لمصر بشرب بعد مصاري ما هي دي. احنا كدوله مستقبله دلوقتي عندنا بعض الاشكاليات في كده. بس احنا بنتكلم على رابط جرانت بتتكلم 500,000 ونص ماكسيموم. يعني انا احكي لكم على رابط كبير الرساله وصلت وان شاء الله ان شاء الله يعني بجوز بجوز بيعرف الجو. انا مثلا بسلم المصاري لما كنت بدي مثلا جرانتات انا انبعثت المصاري لطرف فرح حولي احوال شخصيه بس في بالمقابل في مبلغ من المال بيروح لانه المصاري قاعد تتحول من دينار اردن لدولار بعدين من دولار لدينار كمان مره مع انه اثنين احنا حسابنا دينار وحسابنا دينار غير عن البنوك الجشعه اللي هي يعني تخصم قطوعات اقتطاعات على المبلغ المحول. فهي كمان مشكله داخليه مش مالهاش علاقه بالمؤسسه. احنا ولا في واحد يوزر جروب واحد مسجل رسميا كمؤسسه داخل دولته ملوش حساب مقر ثابت او حساب بنكي ثابت. هاي كمان برضه من المشاكل يعني الصراحه الحروب. هي دي الفكره فعلا ان احنا كمجموعات مستخدمين حتى ما لناش مصدر دخل. يعني حتى التبرعات في بعض الدول يمكن تبقى متاحه تبرعات من الشركات او من بعض المؤسسات لمجموعات المستخدمين الويكيبيديا. وفي بعض البلدان في مصر لا مفيش تماما مفيش طريقه خالص ان انت يوصل لك اي دعم تحت اي نوع. فانا ما عنديش غير المؤسسه. فيعني جاك بقول لك الامور عندي خلاص وصلت خلاص يا شكرا شكرا جميعا على الحضور. شكرا.